حلقة جديدة من فاشن فويس، وأكيد صرنا كلياتنا لازم يكون عنا الفاشن فويس تبعنا حتى نكون مميزين وين ما كنا. مؤخراً عم بيصير كتير إشياء بعالم الموضة، وخاصة كمان عم نسمع كتير بالعروض يلي بتتقدم بالبلد لبلد، منسميها ريزورت كولكشن يا أما كروز كولكشن. وأكيد ما ننسى إنه جد ساتس بدون يكونوا متميزين، ما فيهم يضلوا ناطرين مجموعات الربيع والخريف والشتاء. من هيك عالم الموضة صار عم بيركز أكتر وأكتر على الكروز كولكشنز اللي هي بتوين سيزنز، وعطول تقريبا ريزورت كولكشن تنزل بفصل الشتوية اللي هو بديسمبر. من هيك فكرة السفر صارت معروفة عند كل العالم وعند اللوكجري براندز، لأنه بالآخر كمان لما بيسافوا من بلد لبلد عم بيستوحوا من الكولتشرز والتاريخ البلدان اللي عم بينقوها، وخاصة الملك فيها هو كريستيان ديار، أصبح يعمل مجموعات خاصة وكمان غير دور أسير. مثل ما صرتوا كلها يتكون تعرفوا في تريكس صغيرة باللوك تبعنا اللي بغيرنا بطريقة مميزة ومنصبح الستار، وكمان يصير عنا الفاشن فويس تبعنا. اليوم بدي أخبركم شو هن التريكس لحتى نصير أطول من العادة، وبالآخر الفاشن شو هو الحياة اللي احنا عايشين فيها. من هيك كل إنش بيعمل لوك مميز. أول شيء نلاقي الأشياء المطولة، يعني كل شيء رايه بالطول مش رايه بالعرض أكيد، واللون الكامل يعني أبيض مع أبيض، بيج مع بيج، كحلي مع كحلي، أزرق مع أزرق، أخضر مع أخضر، بيعطينا كمان طول إضافي. هيدول التفاصيل الصغيرة بتعطي لوك مميز. يعني مثلا إذا كنا شوي قصار لبسنا مثل ما أنا لابسة نقصر، لأنه بصفي عم نحدد القياسات تبعيتنا. ومنبلش عن البنطلون، نختار السليم فيت. أول شيء البنطلون القصر الفلير، وكمان ما ننسى إنه الخص العالي كمان بيعطينا طول إضافي. يعني نفكر بفترة السبعينات. وبعدين نرجع نختار الأكسسوار خاصة من الاسكربيني. كل ما اخترنا الألوان البيج يا أما الألوان القريبة من لون جلدتنا، كل ما عطينا حجم أطول لأجرينا. هيدول التفاصيل الصغيرة بتغير اللوك تبعنا كليا. بعدين بنختار سكيرتس الميني، الميدي والماكسي كتير مهمين ليعطونا كمان طول. ما تخافوا من الطويل إذا كنا نحن مش كتير طوال، ونفس الشيء الميدي سكيرت مع سكربيني كعب، حتى إذا لبسنا ساندال كمان بتعطينا طول إضافي وسيلوات. كمان نلبس السليبرز الناعم، ومنبتعد كليا عن الأحذية اللي مع شرايط، لأنه لما بنلبس الساندلز يلي أما الجلادياتور مع الشرايط بيقطشونا إجرينا. وفينا نختار الكعب اللي بدنا إياه، بس كمان إذا ما بدنا نلبس كعب فينا كمان نلبس الساندلز الزحف الماري جين. كل شيء ناعم كمان بيعطينا إضافة طول لإجرينا. ومنوصل للكوت، يعني الجيلات طويل، ياما إذا بدنا نلبس الكوت الطويل ومن جوا بنلبس الأشياء القريبة من الجسم الضيقة، فينا نلبس كمان الأكسسوار العقد الطويل، هيك بيعطينا لوك مميز ومختلف. يعني فينا لكم أنا من الأشخاص اللي بحب الأكسسوار كتير كتير، يعني
يعني من الشابو وصولا للعوينات الشمس يا أما عوينات النظر، خاصة بالربيع والصيف بغيرنا اللوك تبعنا شو ما كنا لابسين. في موديلات كتير بالأسواق، ما علينا إلا نختار اللوك والكود فوتغ اللي بدنا إيه. منلاحظ إنه في موديلات رومانسية، غلام، لوك الريترو، الديفا، الساي فاي، شو ما بدكن موجود بالسوق، ما عليكن إلا تنقوا اللوك اللي بدكن إيه وتصيروا الستار تبع هالموسم. تعرفوا إنه الأفييتر رجع على الموضة؟ إذا ما بتعرفوا رجع بقوة كتير، وبخبركن إنه الأمريكان آرمي بال 1939 كانوا يلبسوا الأفييتر يلي من بعدها أصبح على آخر موضة. إذا بدكن تكونوا على الموضة ما لكم إلا بتلبسوا البومبر جاكيت وبتلبسوا الأفييتر شيتس، بعدنا كتير دهرج الجروفي راونس باك، يعني العوينات المدور الكبير راجع على الموضة. الآي كات عامل الكومباك بقوة، تختاروا الشيت اللي بدكن إياه من اللون البني، اللون الأسود، اللون الأحمر، اللون الزهر، اللون الأخضر، الأزرق، اللون اللي بدكن إياه. يعني هون بدنا نفكر خمسينات ستينات. بعدنا منرجع للعوينات الكبار المربعة يا أما الريكتانجولر، كمان هون بفوتونا على الفينتج فايب اللي هي الثمانينات. بس أهم شيء نفكر أوفر سايز، يا أما إذا كنتوا من الأشخاص كتير كلاسيكية وبتخافوا تكونوا جريئين بالعوينات الكبار، اعتمدوا العوينات والشيد القياسات العادية، بس كونوا جريئين باعتماد الألوان. وبنرجع بقلكن إنه هالسنة فيكن تعتمدوا الأشياء والموديل العوينات يلي بدكن إياه، وبالآخر تعملوا statement. ومنوصل لترند بالصيفية كل حدا منا بفكر فيها وهو الشورت. نوصل لعمر أكيد ما بقى فينا نلبس الشورت القصير إلا إذا كنا منكا وجسمنا وصحبات إجرانا كتير مميزة، بس هالسنة بنلاحظ إنه راجع دارج على الموضة الشورت الطويل، يعني فوق الركبة يا أما أعلى شوي، وحتى كمان الشورت اللي تحت الركبة. وفينا نقلكن إنه الشورت يا أما البرمودا قطعة كتير أساسية فينا نلبسها من عبكرة للبحر وصولا لعشية، بس ما علينا إلا نغير الأكسسوار تبعنا وبنعمله فريش العشية. أول شي فينا نعتمد القصة الرجالية والستتية بنفس الوقت ومنكون على آخر موضة، ما علينا إلا نقي التوب التي شيرت اللوكي اللي بدنا إياه. وفينا نلعب على الألوان إذا رايحين على البحر، يعني نلبس البيكيني الدو بياس يا أما الأون بياس مع الشورت البرمودا. وأهم شي نعمل كومبينيشن بالستايلينج، نختار الشورت اللون الغامق مع التي شيرت كمان اللون الغامق، يا اما شورت فاتح مع توب نفس اللون، يا اما اوف وايت، يا اما فانيلا كولر، يا اما نختار الالوان اللي بدنا اياها. حتى كمان فينا نجرب نلبس شورت الابيض مع توب فوشيا يا اما كحلي. ومن عشيه فينا نختار الشورت يا اما البرمودا نلبسه مع توب كروب توب فوق جاكيت، يا اما توب قريبه للجسم، يا اما كمان بادي. فينا نختار كمان البير من الشورت الليذر، لانه بالاخر ما ننسى انه الصيفيه كتير شوب. اذا رحين نسهر ما في عليكم الا تعتمدوا الكتن هيل والماري جين، انا مغرومه بالماري جين لهالموسم، يا اما كمان الكعب العالي. وما ننسى الاكسسوار مثل حلق الاسوار المميزة، الخواتم الكبار. فينا نتسلى باللوك لانه كمان بيعطينا البيرسونال ستايل والفاشن فويس تبعنا. It's time to play مع كمان جزدين كلوتش مميز يا اما شولدر باك، وبنكون اكيد the star of the party. وهيدي كانت التريكس لحتى نكون بأحلى طلة ومنطول كم سنتيمتر. وتبس من السليبرتيز، لأننا بدنا نلبس شورتات وبدنا نروح على البحر، لازم يكون صاحبات إجرينا مميزين كتير. من هيك أول شيء لازم تعملوا بوستينج، تروحوا على الأماكن تعملوا تريتمنت خاص من الباتي راب، دخناج ومساجات لإجريكم وبيلينج عند أخصائيين. وبنصح تعملوا مرتين
يوم بالجمعة سكراب لكل جسمكم بالبيت، خاصة إذا كنتوا أنتوا من الأشخاص بيروحوا على البحر كتير. أهم شغلة لازم تعملوا سبور كل يوم لإجريكم للسيركوليشن، كمان تلوك هيلثي. وفي العارضة ما إذا بتعرفوها آل ماكفرسون يلي كانت من توب موديلز بفترة الثمانينات والتسعينات، ومعروفة آل ماكفرسون بين إحدى العارضات يلي سحبت إجريها أطول شيء، وبتقول إنه كل يوم على بكرة لما بتقوم من النوم تعمل تقريباً 10 دقايق سكواد حتى تخلي إجريها مشدودين. وكمان إذا بدكم فيكم كل يوم يا أما يوم إيه يوم لا تروحوا تمشوا تقريباً مدة 30 دقيقة. هدول نصايح وأسرار النجوم وأنا عم بعتمدون كمان، وأنتوا كمان لأن أنتوا الستارز لازم تعبدون. ومع هالنصايح بنوصل لنهاية فاشن فويس، واكيد حنخليكم اب تو ديت بكل الاسرار، واهم شيء يكون عندكم الفاشن فويس معكم. باي باي.